في ختام مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي، بيونغ يانغ تبدي استياءها وبومبيو يصفها بالمثمرة. الجيش السوري ينتشر على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وروسيا تؤكد التوصل لاتفاق نهائي حول درعا. شيخ الأزهر يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادث حريق مستشفى الحسين، ووزيرة الصحة توجه بإخلاء المرضى. الأخبار من أونلاين. قبيل مغادرة كوريا الشمالية إلى اليابان، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن محادثاتي مع المسؤولين الكوريين الشماليين كانت مثمرة وبناءة، لكنه لم يقدم تفاصيل جديدة بشأن مدى التزام بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي مقابل ضمانات أمنية أمريكية. حظينا بساعات طويلة من المناقشات المثمرة لقضايا معقدة، ولكننا أحرزنا تقدماً في جميع القضايا الرئيسية تقريباً، حيث حظيت بعض الجوانب بتقدم كبير بينما تحتاج جوانب أخرى للكثير من العمل. لدينا الآن اجتماع يتم التحضير له ليكون يوم 12 من شهر يوليو، والذي ربما يستمر إلى يوم أو يومين، حيث تجرى مناقشات بين الأشخاص المسؤولين عن إعادة الرفات، وسيتم هذا على الحدود، وستبدأ هذه العملية في التطور والنمو على مدار الأيام اللاحقة. ومن ثم كانت محادثات مثمرة للغاية حول العملية التي سننفذ بها الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة سنغافورة. نددت كوريا الشمالية بالمطالب المبالغ فيها للولايات المتحدة، وصفة سلوكها بأنها مؤسف للغاية إثر المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ. قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن السلوك الأمريكي والمواقف التي اتخذت خلال المحادثات عالية المستوى يومي الجمعة والسبت كانت مؤسفة للغاية. تأتي المحادثات بعد قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة، وقع خلال الزعيمان وثيقة تعادى فيها بالعمل نحو نزع السلاح النووي بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية. استعاد الجيش السوري سيطرة الكاملة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن الذي ظل تحت سيطرة المعارضة لثلاث سنوات. بث التلفزيون الرسمي لقطات تظهر وصول تعزيزات عسكرية إلى المعبر في إطار اتفاق تم التوصل إليه أمس مع المعارضة بوساطة روسية، ويقضي بانسحاب المعارضة وتسليم أسلحتها الثقيلة. ذكر التلفزيون أن قوات الجيش انتشرت في المعبر لتمشيطه وتطهيره من الألغام والمتفجرات التي زرعتها الجماعات المسلحة. وقد بدأ آلاف النازحين السوريين بالعودة إلى منازلهم في محافظة درعا مع توقف القصف عقب اتفاق بين الحكومة والمعارضة المسلحة برعاية روسية. وأوضحت مصادر سورية أن النازحين الموجودين بالمنطقة الحدودية مع الأردن عادوا منذ عصر أمس إلى قراهم وبلداتهم في ريف درعا الجنوبي الشرقي، مستفيدين من الهدوء الذي تزامن مع وضع النقاط الأخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرجاش إن سياسة الحكومة القطرية لم تعالج رغبة مواطنيها في حل أزمة البلاد، بل عمقت منها وزادت من فجوتها. وأضاف جرجاش في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن مرحلة استجداء الدوحة لدول العالم لم تجد نفعا، وتوقيع العقود مع الغرب قد فشلت. وأشار جرجاش إلى أن السياسة المرتكبة للدوحة وإنفاق المزيد من الأموال ساهمت في خفض البطالة عند مرتزقة الغرب ودعمت التطرف والإرهاب. وقد أكدت دولة الإمارات التزام التحالف العربي في اليمن بالخطة الإنسانية والعمل الإغاثي للشعب اليمني، لاسيما في محافظة الحديدة. واتهمت الإمارات في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي ميليشيات الحوثي بمفاقمة الوضع الإنساني في الحديدة عبر زرع الألغام ومنع وصول المساعدات واستخدام الملف الإنساني كورقة مساومة. كذلك أكدت إنشاء تحالف لثلاث مستشفيات رئيسية و19 مركزا صحيا في الحديدة وتعزيزها بالإمدادات الطبية.
قتل أكثر من 45 مسلحاً من ميليشيات الحوثي في معارك بمديرية التحيتة في الساحل الغربي لليمن خلال الساعات الماضية. نقلت تقارير إعلامية عن مصادر عسكرية قولها إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات ألوية العمالقة والميليشيات عندما حاولت الأخيرة استعادة المواقع التي خسرتها في المديرية. يأتي هذا في وقت شنت فيه مقاتلات التحالف العربي غارات عدة استهدفت تجمعات ومواقع للحوثيين في المنطقة. في العراق طالب زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي بإعادة فرز وعد جميع الصناديق يدويا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عقب اتهامات بوجود خروقات شابت العملية الانتخابية. قال علاوي في بيان إن نسبة التزوير التي أظهرتها عملية العد والفرز اليدوي في بعض مراكز كركوك تشير إلى أن الانتخابات كانت مهزلة كبرى وجريمة بحق الشعب العراقي بحد وصفه. وأشار علاوي إلى أن نسبة التزوير في كركوك قد وصلت في بعض المراكز إلى 50%. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تأمل في تجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وأضافت في مؤتمر صحفي بحضور دبلوماسيين من بينهم السفير الأمريكي إنها تأمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من إيجاد حل لهذا الخلاف وإن هذا سيكون مفيدا للطرفين. شيع المئات في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان وثمان ثلاثة متظاهرين قتلوا برصاص الجيش الهندي. قال شهود عيان إن الجنود فتحوا نيران في منطقة كولغام جنوبية كشمير بعد أن تظهر مئات المحتجين الغاضبين من عمليات بحث الجيش عن مسلحين مشتبه بهم. يأتي العنف الدامي عشية الذكرى الثانية لمقتل القيادي المتمرد برهان واني بيد القوات الهندية في يوليو من عام 2016. قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن الدول الأوروبية قدمت مقترحات لضمان استمرار العمل بالاتفاق النووي إذا التزمت إيران بتفاصيل الاتفاق في إشارة إلى عدم التوصل إلى انفراجة حتى الآن. جاءت تصريحات موغريني عقب اجتماع في فيينا للدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية. استدعت إيران السفيرة الهولندية لديها في طهران وذلك احتجاجا على ترحيل اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين في هولندا بتهمة التخابر. وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي القرار الهولندي بأنه غير ودي وغير بناء. قال إن إيران لها الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة. أدان دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية العملية الإرهابية التي قامت بها مجموعة من العناصر الإرهابية بعد تفجير سيارة ملغومة بالقرب من القصر الرئاسي في الصومال ما أسفر عن 20 قتيلا وجريحا. وأكد مفتي الجمهورية في بيان له أن سعي الجماعة الإرهابية الحثيث لإثارة القلق والاضطرابات داخل البلدان هو دليل على أن الغرض من أفعالهم الإجرامية ليس الصالح العام للناس ولكن لإشباع رغباتهم في سفك الدماء والتكالب على السلطة. قتل جندي أمريكي وأصيب اثنان في هجوم جنوبي أفغانستان. وقالت مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف الشمال الأطلسي في بيان إن المصابين في حالة مستقرة وأشارت إلى أن الواقعة قيد التحقيق. من جهته قال شرطي أفغاني إن الهجوم وقع في المطار الرئيسي في ولاية أوروزغان. مزيد من الأخبار بعد قليل. أهلا بكم من جديد. قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن 49 شخصا لقوا حتفهم وفقد 48 آخرون جراء تساقط أمطار غزيرة غرب ووسط اليابان ما دفعت السلطات لإصدار أوامر لأكثر من 1,600,000 نسمة بإخلاء منازلهم. وأبقت هيئة الأرصاد الجوية على تحذيرات بشأن الأحوال الجوية في ثلاثة مناطق في جزيرة هونشو الرئيسية بينما رفعت التحذير عن منطقتين. اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستي لاغارد أن الاتحاد الأوروبي له أهمية استراتيجية لكل من طرفي الحرب التجارية الدائرة حاليا بين الولايات المتحدة والصين. وأكدت لاغارد أن اتحاد الأوروبيين شرط أساسي كي تتمكن أوروبا من لعب ورقتها في هذا الصراع. كما أشادت بالسياسة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي الذي سيشارك في
قمة بكين يومي 16 و17 من يوليو الجاري. وأضافت المديرة العامة إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصنع قدره بنفسه. أعلنت وزارة الصحة أن حريق مستشفى الحسين الجامعي أسفر عن سقوط 3 مصابين. قالت الوزارة إن وزيرة الصحة هالة زايد تتابع الحادث ووجهت بتقديم الوزارة كل الدعم لمصابي الحريق. وأضافت الوزارة أنها أرسلت 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين وفريق طبي داخل موقع الحادث فور وقوعه. وقد تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تطورات حادث الحريق بمستشفى الحسين الجامعي، وأجرى 4 اتصالات مع كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزيري الداخلية والصحة ومحافظ القاهرة للاطمئنان على إنهاء أعمال الإطفاء والرعاية الكاملة للمصابين. وجرى رئيس الوزراء بالتعامل السريع للحفاظ على أرواح المرضى داخل المستشفى والتأكد من استكمال توفير الرعاية الطبية اللازمة لكل حالة بالمستشفيات الأخرى، مشددا على المتابعة الدقيقة لتطورات الحادث أول بأول. هذا وأجرت دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اتصالا هاتفيا بدكتور أحمد سليم عميد كلية الطب جامعة الأزهر لمتابعة حادث حريق داخل مستشفى الحسين الجامعي. وأشارت إلى أنه تم الاطمئنان على حالات المصابين، وأضافت أنه تم إرسال فريق طبي من الوزارة وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، مضيفة أنه تم إخلاء المرضى المحتجزين داخل المستشفى إلى مستشفيات المنيرة ومنشية البكري وأحمد ماهر وباب الشعرية. وقد وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحريق الذي شب بمستشفى الحسين الجامعي ومحاسبة المسؤولين حسب نتيجة التحقيقات. كما وجه فضيلة الإمام الأكبر بفتح جميع مستشفيات الأزهر أمام المرضى وتوجيه جميع سيارات الإسعاف التابعة لمستشفيات الأزهر ومشيخة الأزهر إلى مستشفى الحسين لنقل المرضى إلى المستشفيات البديلة. ويتابع دكتور الطيب الحريق أولا بأول من خلال قيادة الأزهر الموجودة في مقر المستشفى للاطمئنان على حالة المرضى. قامت مديرية أمن الجيزة بتوجيه قافلتين طبية ومرورية لمدينة الواحات البحرية وتوزيع سلع غذائية على المواطنين في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعظيم الدور المجتمعي ودعم أطر التواصل مع جميع المواطنين. انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على تفعيل الجانب المجتمعي في جهودها بخاصة ما يتعلق منها بمبادرات إيفاد القوافل الطبية إلى الأماكن التي تحتاج لذلك أيا كان موقعها، فقد قامت مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بتوجيه قافلة طبية لمدينة الواحات البحرية ضمت كل التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية. وقام أطباء القافلة بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين الراغبين في ذلك بالمجان مع صرف الأدوية اللازمة لهم. وحرص مدير أمن الجيزة على الإشراف على هذه القافلة، حيث أعرب المواطنون عن تقديرهم لمثل هذه المبادرات. المبادرة لم تقتصر على القوافل الطبية وإنما شملت توزيع سلع أساسية على المواطنين لتخفيف العبء عنهم، كما ضم قافلة مرورية لفحص السيارات التي حل ميعاد فحصها لتسيير إجراءات التراخيص لأصحابها. أحبطت أجهزة الأمن محاولة تشكيل عصابي تهريب كمية من المواد المخدرة. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد جمعت معلومات تفيد باعتزام عناصر تشكيل عصابي جلب كمية من مخدر الآيس أو شابو من الخارج عبر ميناء القاهرة الجوي وترويجها على عملائهم داخل البلاد. ضربة جديدة ضد تجار وحائز المخدرات تضاف إلى سجل نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للقضاء على ظاهرة انتشارها، فقد استطاعت الإدارة إجهاض مخطط تشكيل عصابي لجلب شحنة كبيرة من مخدر الآيس من إحدى الدول الآسيوية عبر ميناء القاهرة الجوي، حيث رصدت الإدارة عناصر التشكيل واعتزامه جلب هذه الشحنة لترويجها بين أوساط الشباب، حيث تنوعت الأدوار ما بين السفر لعقد الصفقات والجلب والإخفاء والترويج. بعد الرصد والمتابعة تم ضبط 3 من عناصر التشكيل قادمين على متن رحلة تابعة للشركة الوطنية من الدولة المعنية، وبالتفتيش عثر على 10 كيلوغرامات من مخدر الآيس داخل أكياس أطعمة وهواتف محمولة ومبالغ مالية متنوعة تم ضبطها، وجاري تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل. ختم الأخبار ونذكركم بأهم ما عرضنا. في ختام مباحثات وزير الخارجية الأمريكي ونظير الكوري الشمالي، بيونغ يانغ تبدي استياءها وبومبيو يصفها بالمثمرة.
الجيش السوري ينتشر على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وروسيا تؤكد التوصل اتفاق نهائي حول درعا. شيخ الأزهر يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادث حريق مستشفى الحسين، ووزيرة الصحة توجه بإخلاء المنطقة. تلقون إخباري تالي على رأسه.